كالعادة بداية حلقتنا دايما بتكون بأهم المنشطات اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. الأخبار: بروفة نهائية لعمومية الجمعة القادمة. الأهرام: خالد مرتجي دستور الأهلي في رقبة الجمعية العمومية ومجلس الخطيب أوفى بعهده، لا يصح أن يسير هرم مصر الرابع على لائحة استرشادية، ومزجنا بين لائحتي حسن حمدي وطاهر. الوطن: الأهلي ينهي استعدادات استقبال العمومية للتصويت على اللائحة، مرجان يستقبل وفد اللجنة القضائية، ودرندلي بنود مميزة للاستثمار وتحصين أعضاء مدينة نصر، والنادي صاحب الحق الوحيد في استغلال اسمه وعلامته التجارية. المصور الرياضي: جمعة الحسم بالقلعة الحمراء، لائحة الأهلي الجديدة تنتظر قرار الجمعية العمومية. الجمهورية: ملعب الأهلي وسطيف في علم الغيب. أطاح بهرايا صعد المربع الذهبي وعينه على الأميرة الأفريقية، الأهلي غاوي أرقام وإنجازات. الأهرام: الأهلي يوقع عقود تسلم أرض الفرع الرابع واستقبال باهر للبعثة في بيروت. الأخبار: الأهلي يخطط لخطف النجمة في لبنان، كارتيرون يخشى الإرهاق ويراهن على روح هرايا. الأخبار المسائي: لبنان تحتفي بالأهلي، الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا للنجمة، وكارتيرون يعتمد على توليفة هرايا. المساء: الأهلي يخشى الإجهاد في لبنان، كارتيرون يكتفي بالتدريبات الخفيفة قبل مواجهة النجمة، وليد سليمان شارك، والجماهير المصرية تساند الفريق.